المرة هقف في الموقف ده او اكلم اهلي وناسي. انا بقف قدامي 4000 شخص ما بقفش الموقف، لكن دلوقتي انا قلقان، اقسم بالله قلقان. ليه؟ في حاجة بسيطة، اي موقف اتعرضت له في حياتي او اي مشكلة اتعرضت لها في حياتي كنت انا البطل فيها، بعرف اتصرف، بعتمد على نفسي. انما المشكلة ان انا اتحطيت فيها مش انا البطل، انتوا الابطال. الحاجة التانية اللي خلياني سعيد جدا بصراحة، يعني يا شغل الانتخابات وكل عليها شغله او مش لاقي الظرف المناسب ان انا اقوله، حضرتها كتير. معظم الساده اللي كانوا بيرشحوا لهم كانوا بيعولوا عليا كتير ان انا اكون سند لهم. اللي مستفيد الناس معايا، بحب الناس ليا، ليه الناس ليا، مش عارف اقول ايه. انما الموقف دلوقتي مختلف. ايه وجه الكلام اللي فيه؟ بنقول لحد امتى يا نار متفرجين؟ لحد امتى؟ كل حاجه بتتسند حتى سفنة ما تقدرش تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان وكل خطوه نص، ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوه نص. قولوا معايا نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر، كلك شهامه وكرامه يا رايه فوق كل رايه، انت لحبيبك سلامه وانت لعدوك نهايه، كلك شهامه وكرامه يا رايه فوق كل رايه، انت لحبيبك سلامه وانت لعدوك نهايه، ومهما كان انت مصر وكل خطوه بنص، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. انتي بلادي الجميلة، حسن السلام والأمان، وانتي الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مصر بلادي الجميلة، حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان، ومهما